السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو ديالنا البنات اليوم هو واحد طبق ديال البايلا، طبق اسباني 100%. واحد طبق البنات اللي كيجي رائع، وكنتمنىكم ان شاء الله تجربوه. وإلا عجبكم الفيديو البنات ما تنسونيش دائما من اللي جاي من بارتاج، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبقوا معايا البنات باش نتعرفوا على المقادير ديال البايلا وطريقه التحضير ديالها. بالنسبه للمقادير البنات، غادي نبداو. اول حاجه هو الحوت الابيض. عندي هنايا 300 غرام ديال الحوت الابيض اللي غسلته مزيان، درت عليه الحامض وقطعته هكايا طريفات صغار. اللي ما عندوش الحوت الابيض وبغى يديرها يعني بالصدر ديال الدجاج حتى هي ممكن، انا كنبغيها كامله تكون بالحوت. عندي هنايا القياس شويه ديال الكروفيت، عندي هنايا شويه ديال الكالامار، يعني القياس اللي عندكم في الدار، يعني ماشي ضروري دير واحد الكميه تكون كبيره. عندي هنايا واحد الحبه ديال مطيشه محكوكه في الحكاكه الغليظه، عندي هنايا واحد زليفه صغيره ديال جلبانه، وعندي هنايا بصيله اللي قطعتها هكايا رقيقه حتى هيايا. عندي هنايا اربعه ديال الدريسات ديال الثومه اللي قطعتهم رقاق، وعندي فليفله حمراء وفليفله خضراء. الا عندكم حتى الفلفله الصفراء حتى هيايا ممكن ديروها، اللوينات هما كيعطيونا منظر وكلشي. عندي هنايا البنات واحد الضامه ديال الزعفران الحر، انا ما عنديش زعفران شعره، يعني هي الوصفه ديالنا البنات ضروري كيكون فيها زعفران شعره كيعطيها واحد اللذه، ولكن الا ما كانش هكايا متواجد عندنا كنعوضوه بالزعفران. ديك الضامه ديال الزعفران كنخلطوها هكا بشويه ديال الماء، هو اللي غيعطينا داك اللون للروز. عندي هنايا التزيين هكايا الكروفيت، وعندي هنايا هاد بوزروك هذا، ولا كل واحد وشنو كيسميه. وعندي هنايا البنات 500 غرام ديال الروز. الروز البنات يكون شي شويه مكركب، ما يكونش هذاك الكلاصي اللي طويل. عندي هنايا 500 غرام. بالنسبه للعطريه البنات غنحتاج الملحه، الابزار، وواحد معلقه صغيره ديال التحميره ولا البابريكا. اول حاجه البنات غادي نبدا بها هي غنصندوزو باش نصايبو المرق ديالنا ديال الحوت اللي غنمرقو به هاد البايله ديالتنا. غادي ناخذ الطنجره بحال هكا، وغادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت البلديه. البنات وما قلتش لكم الزيت البلديه ضروريه هي باش غادي نطيبوا هاد الوصفه ديالتنا. غادي ناخذ الطنجره كما قلت لكم، درت فيها شويه ديال الزيت البلديه، وغادي ندير فيها هاد القشور ديال الرؤوس ديال الكروفيت اللي نقيتهم، وهادو حتى همايا ديال القشره ديال بوزروك، هما اللي غادي يخليو لينا النسمه ديال داك المرق. عندي هنايا البنات القشره ديال البصله اللي نقيت، والقشره ديال الثومه حتى هيايا، وهاد الرويسات هادو ديال الفلفله كتجينا من السما صراحه بهاد المرق هذا. غادي نضيف عليها البنات هنايا ايترونس ديال الماء ونخليه كيغلي حتى كيطلق لينا هذيك المرقه ديالتنا كامله. غادي نضيف لكم ايترونس، غادي نزيد الماء صافي البنات، غادي نديه كيغلي ونطلق معكم. هنايا البنات كيف ما شفتوا داك المرق ديالنا ها هو صافي غلى مزيان، وداك الخضره طلقات النسمه ديالها، دوك الرؤوس ديال القمرون حتى هما يطلقوا الرؤوس ديالهم. صافي البنات غنطفي عليهم النار، وغادي ناخذ هكايا واحد البول ندير فيه الصفايه وغادي نصفيه ونكمل معكم. صافي البنات انايا دابا صفيتو، صافي هادشي دابا صافي سالات المهمه ديالو، غادي يطلع. والمرق اللي حصلنا عليه هو هذا البنات اللي غادي نمرقو به. دابا غادي ندوزو باش نبداو البايلة ديالنا على بركه الله. هنايا البنات غادي ناخذ المقله اللي خاصه هكا بالبايلة، المهم تكون ما كتلصقش يعني بهكايا بهاد الطريقه هادي. هاد المقله البنات راه صدقت ليا كما قلت لكم مخيره، هادي من عند واحد السيد اللي كيجيب الاواني ديال هكا ديال تركيا وديال هادي، خديتها من عنده. الثمن ديالها كيدير 15 الاورو، صراحه كبيره شويه راه ماشي صغيره. غادي نبداو بسم الله كما قلت لكم، غادي نبداو بالزيت البلديه هي الاولى. غادي نديرو هاد الدريسات، ربع الدريسات ديال الثومه كيف ما قلت لكم. صافي نديرو البصيله حتى هيايا، وهاد الفليفله خضراء والفليفله حمراء،
ونشحروهم مزيان حتى ينزلوا لينا، وعاد نكملوا باقي المقادير. نشوا البنات ديك البصيله وديك الفلفلات بداو كينزلوا، صافي غادي نضيف ليهم هاد الزليفه هكا ديال الجلدانه حتى هيايا، ونشحروا كلشي مع بعضياته. كنبقاو مواصلين البنات التحراك، واخا المقله ديالنا راها ما كتلصقش، داكشي علاش قلت لكم البنات ضروري ديروها فشي مقيله اللي تكون هكا مزيانه، باش حتى الرز ديالكم ان شاء الله ملي تضيفوه يعني ما يلصقش لكم. صافي البنات غادي نضيف ديك الحبه ديال المطيشه، وغادي نضيف البنات حتى الكالامار حتى هو يتشحر معاهم بهذه الطريقه هذه، وعاد غادي نضيفوا التوابل اللي عندنا الملح والبزار واحد معلقه صغيره ديال التحميره. بغيتو البنات هنا تضيفوا حتى شويه ديال يعني ديال الخرقوم البلدي يتشحر فيه حتى هذا حتى هويا، انا غادي نضيفو، نحاول نضيف غير واحد هكا نص معلقه صغيره غير واحد شويه، حيت عندي الزعفران الحر يعني اللي مذوبه في شويه الماء، هذاك غادي نضيفو من بعد ملي نضيف الرز. البنات نبقاو غاديين على هاد الطريقه هادي. هاد الطبق البنات راه كيجي غزال كيجي لذيذ يعني من ألذ ما يكون، انا بعدا شخصيا لا انا ولا وليداتي يعني كنحماقوا عليه، وهو طبق اسباني 100%. صافي البنات كيف ما شفتوا هنايا دوك الفليفلات وكلشي هنايا المقادير طابولينا، غادي نضيفوا عليهم حتى هاد كروفيت حتى هويا يتشحر معاهم، ونضيفوا الحوط الابيض حتى هويا. الحوط الابيض راه هو البنات باغي كيطيب، صافي غير ياخذوا ديك النسمه ديال العطريه اللي كاينه هنايا والفلفله، صافي ونضيفوا مباشره الارز. والبنات هنايا العافيه غادي نقصوها قبيله كنا دايرينها على عافيه متوسطه باش داك الكالامار كيطيب، هنايا البنات صافي غادي نقص العافيه نديرها على عافيه مهيله، ونخلي هذا الكروفيت ديالي وهذا الحوط الابيض يتشحر، عاد نضيفو الرز. وهنا البنات غادي نضيف واحد شويه من المرق باش نضيف فيه الرز. وهنايا البنات صافي غادي نضيف داك الرز ديالي بحال هكذا، في الاول غادي نحرك مزيان يعني حتى يتخلط مع جميع المقادير، ومن بعد ملي غادي نمرق عليه صافي ما غاديش نبقى نحرك، ساعه غنوريكم الطريقه باش كنحركوا البايله ديالنا. نحاولوا البنات صافي دابا نقادوها بحال هكا بهذه الطريقه هذه، يعني حيت صافي من بعد ما غاديش نبقاو نحركوا، غادي نمرقوا وغادي نخليو الرز يطيب على عافيه مهيله باش يطيب لينا البنات على خاطر. هنايا البنات صافي غادي نضيفوا داك الزعفران اللي قلت لكم هو اللي غادي يعطينا هذا اللون هنايا، غادي نضيف شويه من المرق في هاد الزليفه هادي. صافي البنات وهنايا غادي نمرق الرز البايله ديالي عفوا كيف ما شفتوا، وبالنسبه للتحراك البنات غادي نبقى ندير غير بهذه الطريقه هادي، البايله كتحرك غير بحال هكا مره مره كنديروا لها بحال هكا. صافي البنات على عافيه مهيله غادي نخليها حتى يطيب داك الرز مزيان، وديك ساعتي نتلاقاو باش نكمل معاكم التزيين ديالها.
كما شفتوا البنات هنايا تقريبا الرز ديالي راه وصل ديك نص طيبه. غادي نحاول نزيد واحد شويه من هذا المرق هذا. وهنايا البنات غادي ندير نبدا نزين بالكروفيت ديالي. وهذه يعني طريقه تزيين كتبقى لكم البنات نتوما اختياريه كيف ما بغيتوها. صافي البنات غنكمل انايا هكايا التزيين ديالي ونخلي كيطيب على عافيه مهيله. صافي البنات كيف ما شفتوا غادي نخليه بحال هكا على العافيه مهيله حتى يطيب ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هنايا البنات صافي داك الرز ديالي طاب، البيله راها واجده كيف ما شفتوا، كيبان لينا باقي فيها واحد شويه ديال الماء، يعني داك الرز باقي شويه طالق الماء، ولكن هو طيب كل شيء طيب. شنو غادي نديرو؟ كنطفيو عليها النار وكنغطيو عليها صافي، وكنخليوها واحد 10 ديال الدقائق حتى داك الرز كيشرب. كنخليوها هكا فوق النار حتى داك الرز ديالنا كيشرب وكيجي ناشف تماما، وديك الساعه نتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. والبيله ديالي البنات واجده تماما. غادي هنايا نزينها بقطع هكايا ديال الحامض، كنعرفوا الحوت كيتواتى مع الحامض. غادي نزينوهم البنات بهذه الطريقه هذه. والبايله ديالنا البنات كتجي على هذا الشكل هذا. ما نقدرش نقول لكم كيفاش كتجي لذيذه. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تجربوها وتردوا عليا في التعاليق ديالكم بالطريقه ديالتها بكل شيء. وكما قلت لكم البنات ماشي ضروري يكونوا هاد اللوازم كامله ديال الحوت، تقدروا يعني يكون عندكم غير الكروفيت راه كافي، اولا شويه من الحوت الابيض حتى هويا، يعني كل واحد يدير داكشي اللي عنده في الدار. الفيديو ديالنا البنات غيسالي هنايا، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. الى فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.